القاهرة تقدم. أغرب القضايا. أغرب القضايا كتبها للإذاعة عمرو عبد دياب، إخراج دكتور طارق دياب. ألو، أيوة يا عمر، أنت فين؟ أنا جاي أهو. أنا بسأل أنت فين؟ هكون فين يعني يا سيرين؟ في الشغل يا حبيبتي. شغل؟ شغل إيه لغاية دلوقتي يا عمر؟ في إيه يا سيرين؟ بقولك أنا جاي جاي. سلام. مدام حسيت ان في حاجة يبقى اكيد فيه. الست بتحس بجوزها يا سيرين. تقصدي ايه يا ماجي؟ عمر بيخوني؟ بيخونك؟ ده اكيد بيخونك يا ماما. اكيد؟ كل التفاصيل اللي بتحكيها دي انا شايفة ان عمر اكيد بيخونك علشان بيكذب عليا يبقى بيخوني؟ لا، عشان بيخونك يبقى بيكذب عليكي، عشان بيهملك يبقى بيخونك. طب اعمل ايه يا ماجي؟ اعمل ايه؟ لما اكون بحبك وعايز احافظ عليك ابقى مجنونه؟ تروح الشغل وتسالي عليا؟ طب فهمني ليه كدبت عليا وقلت لي انك في الشغل؟ كنت فين يا عمر؟ مش مهم تعرفي، مش عشان انت مراتي يبقى تدي لنفسك الحق انك تتجسس عليا. لا، من حقي يا عمر، من حقي. عمر انت بتخوني؟ بخونك؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ مستحيل طبعا. طب ومنا؟ منا مين؟ منا اللي بعتلك على الواتس وبتقولك وحشتني يا قلبي. تقدر تفهمني مين دي وازاي تسمح لها تقولك كده؟ انت كمان بتفتش في تليفوني؟ هو ده اللي يهمك؟ مين منا يا عمر؟ وبتروح فين كل يوم بعد الشغل؟ رد عليا. عندك حق، كلهم خاينين ويستحقوا القتل. انت صاحبتي يا ماجي، لازم تقولي لي اعمل ايه. ما قدامكيش غير حل واحد، هو حمدي. حمدي؟ حمدي مين؟ مش كده يا سيرين، ما ينفعش كده. ايه اللي ما ينفعش يا منى؟ بقولك بيخوني، بعد الحب ده كله سيبه وضيع مني. لا، بس لازم تخليه يعرف قيمتك. اول حاجه لازم امنعه انه يستخفني. ناوي على ايه سيرين؟ لازم اراقبه، ولو اكتشفت انه فعلا بيخوني هقتله. ايه؟ تقتليه؟ بسم الله ما شاء الله، واحده بالجمال والحلاوه دي وجوزها يخونها؟ حمدي، سيرين تبقى اعز صحباتي، ماشي؟ عايزك بقى تساعدها على قد ما تقدر. انا ده انا تحت امرها. استاذ حمدي، انا جوزي متغير معايا بقاله فتره، اكتشفت انه بيخوني وللاسف مع اكتر من واحده. عايزاه يرجع لك تاني ويبقى احسن من الاول. طبعا، واللي انت عايزه. ماشي ماشي يا ست الكل، سيب الموضوع ده عليا انا. عايزك بقى يا حمدي تورينا شطارتك، عايزه اشوف هتعمل ايه. مش مهم هعمل ايه، المهم تنفذوا كل اللي هطلبه منكم بالحرف الواحد. كل اللي هتقول عليه اعتبره حصل. حلو، حلو قوي. هديكي بقى حاجه تخلي جوزك لابد في البيت. بجد يا استاذ حمدي؟ بجد، بس دي حاجه ما بتطلعش الا للحبايب قوي، هي غاليه شويه بس هتشوفي الفرق. كل اللي انت عايزه، انا تحت امرك. هو ده. بتعملي ايه يا سيرين؟ وايه اللي بتحطيه تحت المخده ده؟ ولا حاجه يا حبيبي. قولي انت خارج النهارده؟ لا، انا قاعد في البيت. يضايقك؟ لا طبعا. طب بقولك ايه، ما تيجي نخرج؟ خليها يوم الجمعه، وديني يا ستي قاعد معاك اهو. ماشي يا عمر، ماشي.
ألو ألو، أيوة يا ست الكل، اسمعي بقى، عملتلك حجاب إنما إيه، هيحققلك كل اللي انت عايزاه. بجد؟ طيب أخده منك إمتى وإزاي؟ عد عليا النهاردة في المحل بالليل الساعة 8. أوكي أوكي، سلام. أستاذ حمدي. أيوة يا نور. الأنسة ماجي جت هنا المحل وسألت عليك لما لقيت موبايلك مقفول. طب قلت لها إيه؟ قلت لها إن حضرتك مش موجود. برافو عليك يا نور، اوعى تقول لها أنا فين، فاهمة؟ طبعا فاهمة. إيه الجمال والحلاوة دي؟ إيه ده؟ أنت بتقفل الباب ليه يا أستاذ حمدي؟ لا لا عادي. عادي والله، علشان يعني عشان بس محدش شوفنا وأنا بديك الحجاب. أوه ماشي يا أستاذ حمدي، بس بسرعة. بقولك إيه؟ إيه رأيك في الفستان ده؟ هيبقى حلو عليكي قوي. ما تخشي تقيسيه كده. أستاذ حمدي من فضلك ابعد عني، ما ينفعش كده. بصراحة أصل أنت مزة قوي. أستاذ حمدي إيه ده؟ لا أنا ماشية. لا 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 خلاص خلاص، استني يا ستي استني، مش مهم الفستان. فين الحجاب؟ خدي اتفضلي يا ستي الحجاب أهو، بس ايدك بقى على الفلوس يا حلوه. ماشي ماشي. انا مش فاهم حاجه، تكونش مراتك سيرين عرفت انك متجوز عليها؟ لا لا ما اظنش، بس بتعمل حاجات غريبه قوي. ما تقول لها يا اخي. لا ما ينفعش دلوقتي خالص، لما اكمل حق الشقه اللي هي عايزاها. اه وتفتكر يعني ده يخليها راضيه وتوافق انك تتجوز عليها؟ ها براحتها بقى. اصبري شوية يا سيرين، والحاجات اللي بيطلبها منك حمدي لازم تنفذيها وبالحرف الواحد. مش عارفة يا ماجي، حاسة ان مفيش حاجة هتجيب نتيجة مع عمر. ما تقوليش كده يا سيرين، ده انا بنفسي جربت اعمال حمدي، بصراحة حمدي ده بيجيب من الاخر. اصبري بكرة تشوفي عمر هيرجع لك وهيبقى خاتم في صباعك. بجد يا ماجي؟ بجد؟ ايه ده؟ ايه البخور ده كله؟ وايه الدم؟ ايه الدم اللي على المرايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ايه اللي وقع ده؟ هو في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الو؟ ايوه مدام سيرين. ايوه مين؟ انا عادل صاحب عمر جوزك. اهلا وسهلا يا استاذ عادل. هو فين عمر؟ عمر؟ معرفش. معرفش؟ ده ما بيردش على التليفون، وكان في ميعاد ما بيننا مهم. ميعاد مهم؟ ايوه يا مدام. طيب يا استاذ عادل انا هحاول اتصل بيه ساعه وهبقى في البيت. خلاص ماشي. هو عمر جوزك ما معهوش تليفون تاني يا سيرين؟ لا، الغريب ان تليفونه بيرن بس هو ما بيردش بقاله فتره. حاجه غريبه فعلا. طب ناوي على ايه؟ هروح اشوفه في البيت، تلاقي البيع عند واحده تانية. طب يلا يلا تعالى اوصلك البيت. يلا بينا. تعالي يا منى اتفضلي. شكرا يا سيرين. عمر؟ يا عمر؟ الله، ده الموبايل بتاعه هنا، يمكن نسيه ولا حاجه. عمر ايه ده؟ رد عليا يا عمر. في ايه يا سيرين؟ مش عارفه ايه اللي وقعه على الارض كده. لازم نتصل بالدكتور بسرعه. عمر يا عمر يا عمر. اهدي من فضلك يا مدام سيرين، اهدي علشان نعرف ايه اللي حصل. جوزك متعود ينزل الشغل كل يوم؟ ايوه كل يوم بينزل شغل ما عدا يوم الجمعة والسبت. بينزل حوالي الساعة كام؟ احيانا 9 او 10، ولو اتأخر بيبقى الساعة 11.
المجني عليه له أعداء في الشغل أو برا الشغل؟ برا الشغل لأ، أما جوه الشغل معرفش، لأنه ما كانش بيحكي لي حاجة عن شغل. أنت متعودة تروح النادي كل يوم؟ لأ مش كل يوم. ورحت النادي الساعة كام يوم الحادث؟ تقريبا كده على الساعة 10:30. وليه المعدة بالذات؟ أنا بتدرب تنس في النادي، واتصلت على منى صاحبتي وقابلتها. تفتكر مين من مصلحته يتخلص من جوزك عمر؟ معرفش معرفش. أنا عادل يا فندم، صاحب المرحوم عمر. آخر مرة كلمت المجني عليه كان إمتى يا أستاذ عادل؟ كلمني يوم الحادث الساعة 8 الصبح كده تقريبا، وكنا متفقين نروح المعادي. تروحوا المعادي؟ ليه؟ هتعملوا إيه في المعادي؟ أيوة يا فندم، عمر كان واعي سرين صاحبتي إنه يجيب لها شقة في المعادي. كان في مشاكل بين المجني عليه عمر وسرين صاحبتك؟ أيوة يا فندم، كان في مشاكل للأسف. وإيه طبيعة المشاكل دي يا ماجي؟ سرين كانت دايما حاسة إن عمر بيخونها وإنه متجوز عليها. متجوز عليها؟ أيوة يا فندم، عمر اتجوزني من سنة. عمر اتعرف عليك إزاي يا منة؟ من النادي. ليه قبلتي تتجوزيه وإنتي عارفة إنه متجوز؟ عمر ما كانش مبسوط مع مراته، وبعدين عمر الله يرحمه كان مرتاح ماديا ومن حقه انه يتجوز تاني. قوليلي يا منى، كنت فين يوم الحادث؟ كنت عند اختي. المجني عليه عمر ما قالكيش عن اي حاجه مضايقاه او حد مزعله او بيهدده بالقتل؟ لا اطلاقا. تفتكري مين اكتر حد من مصلحته يتخلص من عمر؟ هي ما فيش غيرها. هي مين؟ انت اللي قتلت عمر؟ انا؟ مستحيل. تفسري بايه يا مدام سيرين قتل جوزك جوه مكتبه اللي في شقته ومفيش اي كسر جوه شباك او باب؟ اكيد اللي داخل الشقه معاه مفتاح. مين بقى اللي ممكن يكون معاه مفتاح الشقه؟ معرفش. جريمه القتل كانت بدافع الانتقام يا فندم. أكيد يا جاسر، بدليل إن الفلوس وكل محتويات المكتب والشقة زي ما هم. ومين اللي ممكن يكون معاه مفتاح الشقة؟ ده السؤال اللي محيرني. احتمال كبير يكون اللي قتل عمر حد له علاقة بسرين مراته. طب مين هو؟ وليه عمل كده؟ وإيه المشكلة يعني يا سرين لما تتجوزي حمدي؟ ماله حمدي يعني؟ انت مجنونة يا ماجي؟ اتجوز حمدي وليه؟ لا، الراجل بيحبك وشريكي، وعمر الله يرحمه يا حبيبتي. وبعدين يعني مش عمر ده اللي اتجوز عليكي ولا نسيتي؟ مش عارفة ليه عمل كده. قصرت معاه في ايه؟ اسألي نفسك يا مدام سيرين. انا بسألك انت، جوزي اتجوزك ليه؟ فيكي ايه زيادة عني يا مدام سيرين؟ انا وعمر كنا بنحب بعض. يعني من الاخر كده خطفتيه، استهويكتي عليه لحد ما خليتيه يتجوزك. مدام سيرين، عمر مات ومات مقتول، واهم حاجه دلوقتي نعرف مين اللي عمل كده. سيرين، انا خلاص مش هقدر اعيش من غيرك ولا استغنى عنك. من فضلك يا استاذ حمدي ابعد عني. لا يا سيرين، مش هبعد، ولازم نتجوز. نتجوز؟ نتجوز. انا بحبك. انا تعبانة، ابعد عني بقى، ابعد عني. مش هتقدري تثبتي اي حاجة عليه، وانصحك تبعدي عنه. اوعي تقابلي الاشكال دي يا سرين، اوعي. تعبانة يا منى، تعبانة، ومش هرتاح لما اعرف مين اللي قتل عمر جوزي. مين؟ مدام سيرين، ايه علاقتك باللي اسمه حمدي؟ معرفوش،
معرفوش بس. كدابة، عرفتك عليه ماجي صاحبتك علشان تعملي عمل لجوزك، صح؟ ايوه حصل. حمدي لقيناه مقتول في شقته. ايه؟ مقتول؟ واخر مكالمة على تليفونه كانت منك يا مدام سيرين. ايوه، كنت عايز اعرف. اتكلمي، تعرفي ايه؟ اتكلمي يا سيرين، كنت عايزة تعرفي ايه؟ ماجي، ايه علاقتك بالمجني عليه حمدي؟ بصراحة اتعرفت عليه في محطة البنزين. وطلب منك الجواز اكتر من مرة. لا ما حصلش. في شهود بيأكدوا ان في علاقة بينك وبين حمدي المجني عليه. بصراحة ايوة، وكنت بحبه. وهو؟ كان متفق معي على الجواز طبعا. ولما هو متفق معاك على الجواز، ليه طلب من صاحبتك سيرين انه يتجوزها بعد ما جوزها اتقتل؟ لانه طمع فيها اول ما شافها. ما انت اللي عرفتيه عليها. تقدري تقوليلي عرفتيها ليه على حمدي؟ علشان يعمل لها اعمال سحر ويرجع لها جوزها بالدجل والشعوذه والكلام الفارغ، مش كده؟ ايوه. وانت بقى مقتنعه انه هيرجع لها جوزها بالطريقه المتخلفه دي؟ لا بس. حمدي بيشتغل ايه بالظبط يا ماجي؟ عنده محل ملابس كبير. وايه علاقه الملابس بالسحر والشعوذه؟ هو بيقول ان جده يعني كان بيعرف في الحاجات دي. قتلتي حمدي ازاي يا ماجي؟ لا ما قتلتوش، ما حصلش. لا حصل. ما حصلش. تقدري تقولي لي يا ماجي الصوره دي جت في شقتك ازاي؟ الصوره دي اديتها لي سيرين عشان اديها لحمدي يعمل لها عليه الاعمال. بس دي صوره صاحبتك سيرين وهي طفله، ايه علاقتها بجوزها عمر؟ مش عارفه بالظبط، بس ممكن تكون ضمن الحاجات اللي كانت بتديها لي سيرين، ما اعرفش. لا ما حصلش، الصوره دي كانت في اوضتي وعمري ما اديتها لحد. تبقى ماجي هي اللي دخلت شقتك وقتلت عمر جوزك. ايه؟ ماجي؟ لا ما حصلش طبعا، وانا هقتل عمر ليه؟ هقتله ليه؟ امال مين اللي قتله؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش وهعرف منين؟ اتكلمي يا ماجي، اتكلمي. لعبت اللعبة دي انا وحمدي، وقدرنا نقنع سيرين بموضوع الاعمال ده. وبعدين؟ فوجئت ان حمدي حب سيرين من اول ما شافها، واكتر من مرة اقول له ابعد عنها. وحمدي طبعا ما بعدش. ولما هددته قال لي ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماجي؟ انت عبيطة، انت الحب كله يا بنتي، بس عايزك تسمعي كلامي عشان نفضل مع بعض ونعرف نتجوز بقى. انا بحبك يا حمدي، انا مستعد اعمل اي حاجة عشان نكون مع بعض. تمام قوي. اسمعي بقى، انا عايز منك حاجة صغيرة قد كده هو، عايزك تاخدي مفتاح شقة سيرين وتطلعي عليه. ليه حمدي؟ ليه؟ ودي عايزة سؤال، علشان ناخد الفلوس والذهب وبكده بقى تنتهي سيرين دي من حياتنا خالص، ونقدر يروح قلبي نتجوز ونتمتع انا وانت بقى العمر كله. مش لازم يا حمدي، انا خايفة قوي. مفيش حاجة اسمها خايفة، لو بتحبيني بجد نفذي كل اللي بقولك عليه يا قلبي، ماشي؟ حاضر ماشي يا حبيبي، حاضر. كملي يا ماجي. وبعدين؟ خدت فعلا مفتاح الشقة وطلعت عليه. ما كنتش عارف حمدي بيفكر في ايه. كان بيفكر في ايه؟ قرر يقتل عمر عشان يتجوز سيرين اللي كان ولهان بيها، وكان على طول بيفكر فيها لدرجة انه دخل اوضتها وخد صورها. وبعدين؟ لما عرفت ان حمدي على اتصال دايما بسيرين، قررت اني لازم اواجهه. انا هوديك في 60 ده يا حمدي. وبعدين يا ماجي، ما تستهدي بالله بقى، قلت لك يا حبيبتي الموضوع كله فلوس وبس، انت مش عايزه تفهميني ليه؟ فلوس وبس، وصور سيرين اللي لقيتها في عربيتك يا حالتها، وتليفوناتك اللي ما بتخلصش. سيرين في ايه يا ماجي؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ ما تعرفش انا عايزه ايه بالظبط؟ نتجوز زي ما وعدتني، والا اقسم بالله هوديك في 60 ده يا حمدي. ايه؟ توديني في 60 داهية؟ وبعدين؟ واضطر يبعد عن سيرين في الوقت ده، بس بعدها حسيت انه بيفكر يعمل اي حاجة عشان يخلص مني. قلت اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا، فخلصت عليه. لا
أنا رحت أتكلم معاه بس، خصوصاً إن سيرين سألتني عليه لأنها شكت إنه هو اللي قتل عمر جوزها. ابعدي عني بقى، ابعدي عني، أنا خلاص زهقت منك. دلوقتي زهقت مني؟ بعد ما خدت كل اللي أنت عايزه مش كده؟ يوه، ابعدي عني بقى، ابعدي. طيب يا حمدي، أنا هوديك في 60 داهية. أنا بقى هقول لكل الناس إن أنت اللي قتلت عمر. إيه؟ أنت بتقول يا بنت؟ أنت بتهددين يا ماجي؟ طب تعالي بقى، تعالي يا بنت. حسيتش بنفسي إلا وأنا ماسكة السكينة على الترابيزة وبضربه بيها. أيوه قتلته، بس ما كانش قصدي، ما كنتش عايزة أقتله. وجريت زي المجنونة، جريت زي المجنونة. أنت فعلا مجنونة، إنك سبتي نفسك لشيطان يلعب بيكي، خلاك تعرفي سيرين على حمدي علشان يحبها ويقع في غرامها ويسيبك. شيطان خلاكي اتسببتي في قتل عمر جوز صاحبتك، وبقتلك لحمدي لفيتي حبل المشنقة حوالين رقبتك. خدها يا عسكري. لا. شفت يا سيرين يا حبيبتي، ياما قلتلك ما تصاحبيش اي حد وخلاص. غلطة، غلطة يا منى. وغلطتك الاكبر انك صدقتي في السحر والشعوذة وجريتي ورا نصابين. كان نفسي عمر يرجع يحبني زي الاول باي طريقة. كان في 1000 طريقة ترجعي بيها، ده انت متعلمة وعارفة ان ده كله دجل وخرافات ونصب. عندك حق فعلا، الله يرحمك يا عمر، الله يرحمك. أغرب القضايا. عمرو رمزي، عادل سمير توفيق، نسرين شوقي، تقى عادل، سامي عوض الله، أحمد سالم، بوسي سليم، منة طلة طارق، علا التونسي، دعاء عبد الملك، هند العجمي، هندسة صوتية محمد الجروان. أغرب القضايا، المؤلف عمرو عبد دياب، المخرج دكتور طارق دياب.